دون امرأة رمضان، بس كنت بالشارع تعد صلي 14 سنة. 14؟ نعم. طيب بدي تحكي لي بس اسمك، قديش عمرك ومن وين انت؟ احمد صار لكم في جملة واحدة. احمد امين ذيب ابو ياسين من بلعة من طول كرم، صلي هنا 14 سنة، عمري 65 سنة، اليوم بكمل 65، اليوم تاريخ ميلادي 6/1/53. وين احنا؟ شو اسمه هذا السوق؟ هذا اسمه الرابش، سوق الرابش. وين بيجي سوق الرابش؟ احكي لي. مقابل جامع جمال عبد الناصر. في وسط رام الله. في وسط رام الله. هذا اسمه سوق الرابش. هذا اسمه سوق الرابش برام الله، مقابل جامع جمال عبد الناصر. شو بنباع هون في هذا السوق؟ كل شيء خربان، كل شيء غردة. رابش اسمه رابش. يعني نشتري اشياء خرباني، قطع مستعمل ممكن صالحه ممكن لا، انتو حظك. مين زباين هذا المكان؟ زباين الناس طبرانين اللي زينا. زباين الناس طبرانين، اما الناس اللي معاه مليان بروح على المحلات. بس انت بتقول لي بيجوا بيشتروا اشياء، يعني كانه نعم نعم بيصر. واحد بده قطعه عن جهاز زي هذا برا حق 100 شيكل، هون بيجي باخذ ب 20 شيكل بيشيل القطعه اللي بده اياها. طيب انت صار لك 14 سنه، نعم. لما اجيت بلشت كيف اجتك الفكره انك تيجي هون؟ وايش اللي بلشت تبيعه؟ برضه تلفونات، شاحن، تلفون، سماعه. قل لي لما اجيت بلشت، بدي هيك الجمله، قل لي لما اجيت بلشت ببيع كذا، وامشي معي شوي. ايوه يعني. لما جيت بلشت انا هون ابيع، كنت ابيع تلفونات خرباني، شواحن، سماعات، بطاريات، كل شيء يتعلق باجهزه الاتصالات. طيب بعدين كيف تطورت القصه؟ ما تطورت هي نفس الشيء، اجهزه خربانه، شواحن، سماعات، نفس ال. طيب اللي بيجي على سوق اللي زي هيك بتوقع انك انت قاعد جايب بضاعتك وقاعد. نعم. بس انت حكيت لي شيء ثاني، انت حاجز وبتدفع وهي. نعم بدفع انا كله. ايش الروتين عشان واحد يفتح محل هون او يفتح بصر. يفتح محل هون ما فيش روتين، بدك تدفع بالاسبوع 60 شيكل، اجرة قاعدة زي هيك، ان بعت ما بعت، جيت ما جيت بدك تدفع. لمين؟ للأوقاف. كيف طلبوهم منكم؟ متى طلبوهم؟ في مندوبين لهم أو مسؤولين لهم بيجوا بلمهم كل واحد 10 شيكل باليوم أو 60 شيكل بالأسبوع. طيب هلا بدل 60 شيكل هاد شو بيقدموا لكم؟ ولا إشي، مجرد إنك تقعد. لا احكي لي، احكي لي إيش بيقدموا؟ بجملة كام؟ ما بدخل البلدية عليك. أنوح شو حامينك؟ البلدية ما بتدخل عليك كان. مش حامينك من إشي. مش حامينك من إشي، أنت ما عندك شيء خطأ تنو محموك. يعني هذا يا عم، مش هذا موضوع، انا مش هذا السيارات ناخذينه التنظيم. ايوه مش انه طيب مش هذا الموضوع، انت بدل ما تصف سياره انت حاط قاعد هون. نعم انا اسمع احكي الصح، مش تحكي تقول كذا وكذا. لا انا ما قلتش، انا بقول انه صح وانا بقول الصح. انت سامعني؟ هذا موقف سيارات، واحد مستاجر منه، واحد مستاجر مش بده ياجرك، مش بده يحط سيارة. بس انا سؤالي مش انا ما بعرف، هاي معلومه جديده، انا هاي معلومه جديده السيارات. لا انا هاي معلومه جديده. واحد ثاني بيقبل غريب يجي يوقف محلك هون؟ لا غريب واحد من الشارع. لا طبعا لا. كيف تحمي كياش معناته؟ طيب عمي اسمع، لا انا اخذت شيء وانت بتحكي شيء ثاني. انا بعلمش هذا الكلام. طيب عمي احكي لي بس لو سمحت، ايش الاشي اللي بنلاقيه في سوق الرابش ما بتلاقيه برا؟ ايش الاشي اللي بتلاقيه؟ تقعد بحريه. لا حمايه، انا شيء ثاني اخذته. هو قول لي ايش الاشي اللي بتلاقيه هون في سوق الرابش؟ اشياء قديمه. بتعرض ايدنا كمان انت؟ لا يابا انا تعال تمام انت واحد. انا ما قصدت مطر بدنا نيجي، انتفاضة بدنا نيجي، يعني ما في شيء منعنا ان نيجي. رزقتنا هون، إذا ما جينا ما في مرزق ثاني. كم ولد وكيف عيلتك؟ أنا عندي 5 ولاد وبنت ونسوان 2. وقادر تعيشهم من وراء هالقصة؟ الحمد لله. يعني قاعدة هي كويسة يعني؟ لما الأوضاع حاليا عندنا سيئة، أما كان أول كان مليح، أما حاليا الأوضاع سيئة. ممكن تقعد طول اليوم ما تبيعش ب 20 شيكل. بس برضو انت في عندك اشي ما بنشاف في مكان ثاني صح؟ يعني انت عندك بضاعة مش موجودة اللي بده يجي؟ طبعا انا عندي مطبش هذا 220 شيكل يابا. طيب يا عمي شكرا. حياك الله. جبتك شو بدك يا حبيبي؟ حطه في الجيب، لا
كيف؟ لا حطه انت هون دخله هسه طلع زر هذا الزر خلاص انا راح اخذ مين اكثر السيجار اكثر السيجار خليه 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 مولع شوف انت قاعد انت المولع لا هيو المولع هيو هيو المولع كل انت صراحه هيو المولع والله يا عمي هو المولع والله يلا شوف بدك تسلح تخبصش شوف بدك تسبش على السلطه شكون كل سلطه بنازل هذه ايوه اصحى هذا ما فيش حدا الا نازل فعل ابو مازن خبرني بس شو يعني اول شيء بدك تحكي لي بتبيع انت قول لي شو اسمك انت انا بدر من وين اصلا بدر جرادات من سعير طلع الخليل شو جايبك من سعير على هون شو بتشتغل انا والله ساكن هان شو بتشتغل زي ما انت شايف هاي شغلي من وين بتجيب ساعات فضة نحاس عمل جديدة مش قديمة يعني مش عمل من تحت الأرض فوق الأرض نقول عمل هي عادية هيك يعني منتهية ساعات قديمة ساعات فضة قديم نحاس قديم من وين اجتك فكرة تبيع هاي الشغلات؟ الحاجة أنا ولا أنا أنت بتهواها؟ أنا كنت تاجر غنم لما رحلت هان في شقة ما فيش مجال يعني أشتغل في شغلي فاشتغلت في هذه الشغلة من وين اجتك الفكرة؟ هذا إشي غريب جدا أنت بتحكي اللي أجتني الفكرة كيف؟ نزلت على سوق العتق اشتريت أول مرة دلة القهوة شايف فلقاني واحد وبعت إياها فدخلت في مخي اني اشتغل الشغل هذا بحط فيها دله القهوه هذيك الايام 10 شيكل اظن الله العليم قديش معدل دخل من هاي البسطه بتعطيك في اليوم والله بجوز اسبوع ما تبيع ب 100 شيكل ويوم تبيع ب 1000 شيكل شايف هذه قهوه التسهيل هذه مش يعني شغله اساسيه هذه هو طب واحد قول لي ايش الاشي اللي بنلاقيه هان على بسطتك بنلاقيهوش في ولا مكان ثاني والله ما بعرف انا يعني احدد لك شيء ما فيش في مكان ثاني موجود يعني في ناس بتشتغل كثير في الاشياء هذه في التراث مثلا في شغلات مثلا السجاد مش الكل بيشتغل فيه السجاد القديم فرجتني في عندك كتاب في عمل انا بشتري عمل في حد بيشتري عمل في ليش بيشتروهن العمل بجمعوا لان كيف يعني صار عمل في عمل نادره عرفت يعني كيف العمله اللي منتهيه يمزعوها الناس ويتركوها ففيه ورق يجي بكون ثمين زي الدولار الامريكي مثلا الدولار الامريكي الفضه الى سعر في عندك دولار ب 100 دولار وفي مليون دولار شايف شو طبيعه الزباين اللي بيجيك هون هذا الشعب عادي طبعا غني فقير ولا كل غني وفقير حتى الفقير بيشتي اكثر من الغني لعلمك لان الغني بيروح على المحلات الجديده شكرا حياك الله حبيبي هيك بتسوي هذه هذه الاهرامات لا بديش اهرامات قديش بدك تشتري منها 45 هي الكتاب هذا من وين؟ هذا كتاب في عمل يعني عمل وطني عمل إلك يعني؟ ليش يعني انت بتبيع اللي فيه ولا بتبيعه؟ ببيع اللي فيه يا عم وضع مش وضع مش ليش نحكي عن تعبان ليش